سالت نفسك الاكل اللي انت بتاكله اصله ايه؟ حنفيات في تاريخ الاكلات هيبوظ لكم ثوابت كتير انتوا عارفينها. طبعا لو سالت اي حد قلت له الكشري اصله ايه هيقول لي مصري، بس للاسف الكشري اصله مش مصري. يا ابلا ابلا يا باشمهندس يا باشمهندس، بقول لك ايه، تعرف اصل الكشري ايه؟ الكشري يا جماعه اصله هندي اصله هندي اصله هندي. ناري 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 نارين ناري من جماله. يقول لك بقى مره ابن بطوطه كان ماشي بيتفسح في الهند ولقى شويه ناس بيطبخوا رز بعدس وبيسموه كوشدي. طبعا بقى حبايبنا الطليان لما لقوا بقى ايه ابن بطوطه مشاير وضربت في السناب شات والانستجرام نفسنه، قالوا بقى نزود عليه مكرونه وتبقى الاكله ايه ايطاليه. يا سوري عنتر كيافات تنشلو كيارة تراوما افندم. ايوه ما انت ما تعرفش ايطالياني. خدنا الاكلة بتاعت الطليان او الهنود بمعنى اصح، بعد طبعا ما حطينا عليها بقى ايه بصل وعدس وتوم وطماطم وصلصة وشطة وبقت كشري، ومن هنا ظهروا كل ملوك الكشري في مصر. المهم ان هو اكلة رخيصة وعلى ما اعتقد القيمة الغذائية بتاعته عالية. لو عندك اي معلومة عن الكشري احنا ما نعرفهاش ياريت تبعت لنا وتقول لنا عليها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للبيج وشير للفيديو. الى لقاء اخر حنفيات في تاريخ الاكلات. مع السلامة عليكم.